الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية اخترنا لكم هذه التغريدة، وهي ختام ورشة العمل الإعلامية التي أقامتها إدارة كرة القدم النسائية للفرق المشاركة في الدوري. وأعتقد صراحة بأنها خطوة رائعة جدا في التركيز على أهمية العمل الإعلامي ودوره في إبراز الكثير من النجاحات ونقل الصورة بشفافية للجمهور. تأهيل المشاركين للتعامل مع الإعلام خصوصا في قطاع جديد مثل الكرة النسائية بدون أدنى شك حينعكس بشكل إيجابي في الوقت اللي صار فيه الإعلام مو بس صحافة وتلفزيون وراديو، بل أيضا سوشيال ميديا بكل منصاتها. أكيد نقول لهم شكرا لكم وموفقين.